نمو اقتصادي وصناعي وطاقوي كبير، استثمارات عالية، صفقات وصلت أغلب دول العالم، إضافة للموقع الاستراتيجي، بنية تحتية مميزة، وأيد عاملة ماهرة، نجاحات مغربية كبيرة توجت بتصنيف مميز عام 2023 تقدم فيه على دول كثيرة عالمياً. فما هي تفاصيل هذا التصنيف؟ وهل تستحقه المملكة المغربية؟ وكيف تصدرت دول الشرق الأوسط في التصنيف العام الماضي وتفوقت على الصين؟ المغرب ضمن دول الصدارة. مع نهاية شهر أبريل 2023 إنجاز مغربي جديد تحدث عنه العالم، حيث صنف المغرب ضمن الدول الناشئة الأكثر جاذبية للاستثمار، وذلك وفق مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 آتي كيرني الصادر عن مكتب الاستشارات الاستراتيجية الأمريكي. المملكة المغربية احتلت المرتبة 16 عالمياً بين الدول الناشئة الأكثر جاذبية للمستثمرين، لتتقدم بهذه المرتبة على جنوب إفريقيا وتلي مصر مباشرة. كذلك منح هذا التصنيف المستثمرين تفاؤلاً بمستقبل الاستثمارات داخل المملكة بعد جو من التخوف ساد الأجواء الاقتصادية وأسواق العالم بسبب ارتفاع الأسعار وازدياد التوترات الجيوسياسية في المنطقة. أشار التقرير إلى أن 82% من المستثمرين يخططون لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الثلاثة المقبلة بزيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي، بينما 87% من المستثمرين قالوا إن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد السبيل الأكثر أهمية بالنسبة إليهم، وذلك لتحسين مردودية شركاتهم وقدرتها التنافسية على مدى السنوات الثلاث المقبلة. تغيرات عالمية. التقرير الأمريكي صنف الدول إلى قسمين هذا العام في خطوة هي الأولى من نوعها منذ 20 عاماً، إذ خصص تصنيفاً للدول الناشئة في الاستثمار، ومنها الصين ودول الشرق الأوسط، وآخر للدول المتقدمة. أما الدول الناشئة فقد تصدرتها الصين والهند والإمارات العربية، وحل المغرب في المرتبة 16 عالمياً منها، بينما الدول المتقدمة في الاستثمار جاءت في مراكزها الأولى على الترتيب الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان. أما فيما يتعلق بتوقعات المستثمرين للاقتصاد العالمي في عام 2023 وفق التقرير، فقد جاءت متوافقة عموماً مع نتائج العام الماضي، حيث أكد حوالي ثلثي المستثمرين تحديداً 63% منهم أنهم متفائلين فيما يتعلق بصحة مستقبل الاقتصاد العالمي، بينما تراوحت نسبة المتشائمين في هذا المجال بين 32 إلى 35%. عموماً لاحظ القائمون على التقرير ازدياد الثقة في النمو الاقتصادي العالمي، الثقة المدفوعة بحسب آرائهم بالتحسن الملحوظ في الأداء الاقتصادي للدول المتقدمة والناشئة. كذلك توقع القائمون على التقرير الأمريكي أن تشهد الأسواق الناشئة نمواً قوياً في السنوات القادمة تبعاً للأداء الاقتصادي العالمي والتحولات المفصلية التي يشهدها العالم اليوم. ووفق جميع الآراء فإن الدول الناشئة ومن ضمنها المغرب طبعاً ستكون مكاناً مثالياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة مستقبلياً. الشرق الأوسط يتفوق. منذ عام 2002 الماضي سجلت دول الشرق الأوسط نتائج مهمة على هذا المؤشر الاقتصادي، حيث تمكنت دول مثل مصر والسعودية والإمارات من التفوق على دول مثل الصين ودول في المنطقة الآسيوية وفي منطقة المحيط الهادئ، خاصة في فئة التجربة الثقافية، إحدى أكثر الفئات مرونة وصعوبة في القياس وأكثر الفئات حيوية ضمن مؤشر المدن العالمية، حيث تصدرت دبي آنذاك ترتيب هذه الفئة، بينما سجلت الرياض قفزة تاريخية ضمن التصنيف تجاوزت فيه 17 نقطة.
يحدد خبراء مقياس أو مؤشر كيرن الاقتصادي عدة عوامل أثرت في العام الحالي والماضي على الاقتصاد العالمي وقلبت موازين المؤشر عند السنوات السابقة. ومن هذه العوامل ذكر الخبراء التضخم العالمي والصراعات الدولية التي كان أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى الكوارث البيئية وتغيرات المناخ، وحتى الكوارث الصحية مثل جائحة كورونا التي مر العالم بها وشلت الاقتصاد العالمي لفترة من الزمن. ويوصي خبراء كيرني القائمين على الاقتصاد في كل دولة من دول العالم بالعمل على تبني التكيف والتغير النوعي في أنظمة الشركات الاقتصادية. بينما يقول رودولف لومير شريك كيرني في المعهد الوطني للتحولات، على قادة المدن مضاعفة جهودهم أكثر من السابق في مواجهة العاصفة الاقتصادية التي قد تكون صعبة للغاية، ومن الضروري ابتكار سياسات تستهدف حماية السكان الأكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية وجذب المزيد من الشركات وأصحاب الأعمال فضلاً عن تحقيق الاستدامة المالية. فما رأيك في هذه الآراء؟ وهل يستحق المغرب ودول الشرق الأوسط المكانة التي صنفهم التقرير ضمنها؟ شاركنا رأيك في التعليقات.